السلام عليكم. اليوم الجمعة 16 أوت 2024، aujourd'hui vendredi 16 أوت 2024. الحلقة 391، إبيزود 391. لافير دو مون باسبور، قضية الجواز ديالي. الجواز، لو باسبور، إتان دوكيمون de voyage très important. في هذيك الوقت فجرت الصراحات ديالي أنا سنة 2001، كان الجواز ديالي كان بيريمي، دفعت واحد طلب المقاطعة الحضرية ديال أنفا باش تنطلب فيه التجديد ديال الباسبور ديالي، ودفعت جميع الوثائق اللي طلبوا ليا، الملف كامل حطيناه في المقاطعة نهار 17 في جويي 2001. الملف نورمالمون تمشي من المقاطعة، تمشي عند البوليس ديال المخابرات، الشخص من العائلة اللي كان مكلف بهذا الملف كان متبعو بار ايطاب، كيعرف لا بروسيدور ادمينستراتيف، وتعرف لي بيرو دروردر اللي كاينين في الداخليه او في اداره الامن الوطني او في السيكوريتي ريجيونال، تعرف كاع هاد لا بروسيدور ادمينستراتيف حافظها مزيان. التتبعات ديالو لجميع المراحل ديال الباسبور بينات على انه هو كاين شي حاجه اللي غير عاديه في هذا الباسبور، في هذا الملف ديال الباسبور ديالي. الملف دفعناه كومبلي ما عندوش لاطراس ديال هذا الملف، لا عند اداره، لا عند قسم الاستعلامات ديال البوليس ديال الدار البيضاء، او لا في العماله ديال كازا انفا، ولا في الولايه ديال لو كرون كازا بلانكا، ما كاينش لاطراس ديالو. هاد لو سيسبنس أديوري كلكو سومان. من بعد واحد النهار الوالي ديال الأمن ديال لو كرون كازابلانكا اللي هو إدريس بن عيما دار واحد تصريح لابريس، وقال بأنه هو الشهادة ديالي، الشهادة ديال أحمد البخاري في المكتب ديال قاضي التحقيق في فرنسا ماشي في صالح المغرب،
ماشي في صالح لي زانتيري دو ماروك. الباسبور قررناه باش غادي نسيزيوه وغادي يبقى مسيزي جوسكا نوفيل اوردر. هادشي هذا يعني البيبان مسدودين في هذا الملف، بقات لنا غير طريقة واحدة وهي الطريق ديال العدالة، وداكشي اللي درناه بعد استشارة ديال المحامي ديالي سي عبد الرحيم الجامعي وحمادي مني، قررنا باش نديبوزو اون بلانت في تريبونال ادمينيستراتيف ديال كازابلانكا بور ابي دو بوفوار. ابي دو بوفوار، ابي دو بوفوار دو دريس بن هيما. هادشي هاد لا بلانت إلا إيتي ديبوزي بار مي دو زافوكا، كدرت ليهم إن بروكوراسيون. داز هاد لو تريبونال استدعى لي دو بارتي قبل ما يقبض اون ديسيزيون ا سو سوجي. المحامين ديالي كانوا دائما حاضرين، ولا بارتي ادفيرس كان كيدافع عليها المحاميه ياسمينة بادو. ياسمينة بادو في المحكمة، ياسمينة بادو غادي تقول نفس الكلام اللي قال الوالي ديال الضربيدة الكبرى إدريس بن هيمة. ومن بعد المحكمة انتقات في الحكم ديالها، انتقات في الحكم لصالحنا. داروا الاستئناف ومشات القضية كتريني في المحاكم ديال الرباط. إدريس بن هيمة اللي هو الأصل ديالو من مدينة أسفي، العائلة ديال بن هيمة معروفة في مدينة أسفي، وأنا كذلك الأصل ديالي من مدينة أسفي. إدريس بن هيمة معروف عليه بأنه هو ان ديكتاتور، ديكتاتوري، جميع لي بوست لي دات فيهم بين على انه هو ان ديكتاتور، ان راسيست، يو دي بيان ان راسيست et un grand spécialiste des abus du pouvoir. شحال من خطرة تراو ليه لي زابي دو بوفوار دون سا في. انا كنت واحد من دوك الحالات،
l'affaire a traîné dans les tribunaux de Rabat. المحاميين ديالي هما اللي عارفين هاد لي تريبينو، هما اللي كانوا تيمشوا ليهم، هما اللي كيعرفوا اش كيدار قانونيا. قال لي كي خص يدار قانونيا درناه، وبقينا كنتسناو، بقينا كنتسناو لعدة سنين، حتى قلنا بأن هو il n'y a plus d'espoir d'obtenir ce passeport. المحامين ديالي قالوا لي بأن هو il n'y a plus d'espoir. قال لي هو في القانون راح درناه، ودارت سنين هادشي، بدا شهر 7 2001 واستمر مع السنين حتى لديسمبر 2006، عاد توصل بواحد الاستدعاء من عند الوالي ديال لو كرون كازابلانكا، اللي استدعاني في المكتب ديالو، الوالي ديال لو كرون كازابلانكا في هذيك الوقت، في الوقت اللي فاش داروا ليا لو روتري، الوقت فاش داروا ليا لا سيزي دو مون باسبور، كان الوالي دو كرون كازابلانكا وهو دريس بن هيما. وفي الوقت ديال توصلت للاستدعاء كان ديك الساعة الوالي هو واحد السيد اللي كان وزير ديال الأشغال العمومية، ومن بعد كان وزير ديال المالية لعدة سنين، ومن بعد تعين كوالي دي كرون كازابلانكا في البلاصة اللي كان فيها دريس بن هيما. هاد الساعة الاسم ديالو ما حاضرش في الذاكرة ديالي، ومن غادي يحضر راني غنقولها. هاد الوالي استقبلني مزيان اون بيرسون، هو اللي استقبلني في المكتب ديالو، المكتب ديالو مكتب كبير، وفي هذيك البناية فيها سقوف عالي، هذاك المكتب ديالو بحال الشكل ديال المكاتب اللي موجودة في وزارة الداخلية في الرباط. قال لي بأن هو يمكن لك تاخد الباسبور ديالك من العمالة ديال كازا أنفا، وقبل غادي تشوف العامل المكلف بلا داك. فعلا اللي خرج من عنده مشيت لعند العامل المكلف بلا داك، لا ديريكسيون دي زافير جينيرال، اللي حتى هو استقبلني مزيان وقال لي نفس الكلام اللي قال لي الوالي. قال لي بأنه هو يمكن لي نمشي للعمالة ديال كازا أنفا ويسلموا لي الباسبور ديالي، ما كاين حتى شي مشكل.
جيت لعند العمالة ديال كذا أنفا الموجودة قريبة للجامع ديال الحسن الثاني اللي موجودة في لو بو ديال بولفار دونفا ولا لو ديبي ديال بولفار دونفا ملي كيبقى البحر عند الدهر ديالنا. استقبلني مزيان الوالي ديال كذا، استقبلني مزيان العامل ديال كازا انفا لو كوفرنور ديال كازا انفا، استقبلني مزيان وقال لي باش نجيب تصاور جداد، مشيت ديك الساعة دات تصاور جداد وجبتهم. قال لي باش نتسنى تما في لاصال داتونت باش يوجدوا لي الباسبور ديالي. فعلا بقيت تما اقل من ساعات المكانه وسلموا لي الباسبور ديالي. ما تيقتش بينا هو راني خديت الباسبور اللي كنشوف هذاك لو دوكيمون فير اللي تعذبنا عليه عدة سنوات. ملي خرجت من العمالة ديال كازا أنفا درت التليفون في هذيك الساعة المحاميين ديالي، قلت لهم راني سلموا لي الباسبور في هذا الوقت في هذا النهار وراني استقبلني الوالي دي غرون كازابلانكا واستقبلني لو كوفرنور الشيف ديال لا داغ لا ديريكسيون دي زافير جينيرال واستقبلني لو كوفرنور ديال كازا انفا اللي طلب مني نجيب التصاور ديالي جداد. ورزت لهم التصاور جداد وفي اقل من ساعه من بعد سلموا لي الباسبور ديالي. المحامين ديالي فرحوا بزاف تا هما. ومن بعد في هذيك النهار نيت كتبت واحد الرسالة لقاضي التحقيق باتريك رامايل المكلف بلافير بن بركة في تريبونال دو غروند انستانس دو باري. في الوقت اللي فاش سيزاو لي الباسبور في 2001 كانت لافير بن بركة مكلف بها لو جوج فرونسي جون باتيست بارلوت. جون باتيست بارلوت كان استدعاني ثلاثة الخطرات الكابيني ديالو. استدعاني الخطرة الأولى في جويي 2001، استدعاني الخطرة الثانية في سبتمبر 2001، واستدعاني الخطرة الثالثة في ديسمبر 2001. وفي سنة 2002 في المواد دو فيفريي خرج الكتاب ديالي لو سكري
édité en France par la maison des éditions Michel Lafon. هذا الكتاب عطاو لو جوج دانستركسيون جون باتيس بارلوس ان اكزومبلير منو اللي غادي يسجلو في الوثائق الرسمية وغادي يكلاسي دوكيمون اوفيسيال دون لو دوسي بن بكر. زادو على لو مانوسكري ديال هذا الكتاب اللي فيه 960 صفحة واللي توصل به عن طريق الصحفي الفرنكو امريكان ستيفان سميث. الصحفي طويل القامة اللي فيه برسك دو متر وعندو الصباط ديالو فيه كيلبس تقريبا 50 وكيلبس صباط بلا تقاشر كيلبس صباط بلا تقاشر وتعيش على حسب التصريحات ديالو مع صفام الله يعلم وشنا هي الزوجة ديالو او لا صاحبته او لا سا كونكوبين او لا سا كومباني كيعيش معاها بلا ولاد ما عندهمش دراري تعيشوا وتسافروا دائما انصامبل افيك لا موطو اللي عندهم ان جروس موطو هارلي دافيدسون دوك النوع ديال لي موطو ديال الميريكان اللي كنشوفوه غير في الافلام. الاخت واحد الفيلم واحد الفيلم ديال مارلون بروندو ليكيبي سوفاج هاد قضية التحقيق منين شاف بينا هو إنيا أوكان إسبوار باش يسجل لو تيموانياج ديالي دون سون كابيني صيفط ليا المغرب من بعد سورتي دو ليفر صيفط ليا اون كوميسيون روغاتوار انترناسيونال. هادشي دارو à partir du mois de septembre, elle fait au juge. Aide la commission rogatoire internationale, Radé Sefta, sous couvert de la voie hiérarchique Adia, Radé Tmchi, nous avons غتمشي لوزارة الخارجية وزارة الخارجية غتسلمها لوزارة الخارجية المغربية اللي غادي تسلمها لوزارة العدل المغربية اللي غادي تسلمها لا كوميسيون شارجي دي كوميسيون روغاتوار انترناسيونال اللي غادي يسلموها اون ديرني ليو لو جوج عبد القادر
الشنتوف المعين بار داهير رويال باش يتكلف بلافير بن بركه. هو القاضي الوحيد في المغرب اللي مكلف بلافير بن بركه، وهذا الشيء وقع. الظاهر ديالو مسيني في 1998، مسيني من عند الملك الحسن الثاني. هاد لا كوميسيون روغاتوار انترناسيونال غادي يديروا ليها بزاف ديال الاشهار السلطات المغربيه. في هذيك الوقت كان وزير العدل في المغرب وهو محمد بوزوباع من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. هاد لا كوميسيون روغاتوار انترناسيونال هضروا عليها في الجرائد، هضروا عليها في المجلات، هضروا عليها في التلفزيونات، هضروا عليها في الراديوات، هضروا عليها في الانترنت، هضروا عليها في يوتيوب، هضروا عليها في بارتو. هادشي في الأخير ديال 2002، في الأخير ديال 2005 من صفت البرا روكوموندي افيك اكوزي دو ريسبسيون لو جوج دانستركسيون فرونسي باتريك رامايل المكلف بلافير بن بركة غادي يستدعي تا هو طوا فوا. اون بروميي فوا اون ديسمبر 2006، اون دوزيام فوا اون 2008، اون تروازيام فوا اون 2012، شي شويه قبل ما يسلم لو دوسيي بن بركة الانوتر جوج دانستركسيون اللي عاد تعين مع السلطات الفرنسية. النتائج ديال قضية تحقيق باتريك رامايل ما كانش جيدة، هو السبب ديال أزمة ما بين المغرب وما بين فرنسا. هو اللي دار لافير بن بركة دون لامباس توتال، دون لا غروند دامباس. وقت اللي فاش لونسا دو موند داري انترناسيونال، دو موند داري انترناسيونو، واحد الموندا كونتر عبد الحق، كونتر لو جينيرال عبد الحق قديري، واحد الموندا كونتر لو جينيرال حسني بن سليمان. هاد لي موندا داري دارو ان سكاندال ديال المعقول الوقت فاش تلونصاو في لو ميم جور ديال la visite officielle au Maroc ديال le président français Nicolas Sarkozy. هذا le juge Patrick Ramael راني غنهضر عليه في واحد الحلقة أخرى اللي خاصة به.
هنا غادي نوقف هذه الحلقة، إلى اللقاء الغد إن شاء الله.